اهلا بكم. تكيس المبايض حاله منتشره جدا جدا. تكيس المبايض كمان غير ان هو حاله منتشره، هو واحد من الاسباب القويه لتاخر الانجاب، هو حاله منتشره بين الستات، يعني الستات كتير عندهم تكيس المبايض، اعتقد ربع الستات يمكن اقل سن اكتر سنه، بس واحده من كل اربعه ولا خمسه بيكون عندها تكيس مبايض. انت بتتكلم في حاجه شديده الانتشار يعني، ونص اللي عندهم تاخر انجاب عندهم تكيس مبايض، نص حالات تاخر الانجاب عندها تكيس مبايض. تكيس المبايض له علاقه وثيقه بفروع في الطب. انت بتلاقي الست بتجيلنا احنا عشان عندها اوبستي، عندها سمنه وزنها زايد، فبتيجي تقول لنا احنا، وبتجيلنا برضو عشان عندها خلل في مستويات السكر قريبه، ممكن يجي لها سكر ممكن ما يجيلهاش، بس وتقول لك انا امبرد السكر مش مظبوط عندي شويه، ما قريبه ممكن جدا يعني. وبتروح لبتوع الجلد عشان عندها شعر زايد في جسمها، وبتروح للنساء لان عندها اضطراب في الدوره الشهريه احيانا، وعندها تاخر انجاب احيانا. فتكيس المبايض بنت يعني زي ما بيقولوا كده بتلف في ما بين اربع خمس ست عيادات في خمس اربع تخصصات. طبعا تاخر انجاب حاجه والنساء حاجه، فلكن في الاخر دي قصه مثيره جدا جدا جدا. تعالوا نفهمها بالتفصيل مع ضيف العزيز القمة العلمية القديرة والاسم اللامع في عالم تأخر الإنجاب، الأستاذ الدكتور محمد فارس، استشاري الحقل المجاري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، المدرس لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير الطبي لمراكز دار الطب في فرع اسكندرية. ضيف العزيز، أهلا بك يا دكتور فارس. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، نورني. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. هل أنا قلت صح تكيس المبايض منتشر بهذا الشكل؟ تمام. طبعا هو عشان ارتباطه شويه بالسمنه ومقاومه الانسولين والتغذيه الغير سليمه، فهو فعلا في السنوات الاخيره زي ما حضرتك تفضلت وقلت بقى منتشر لدرجه ان هو تقريبا بقى موجود يمكن في واحد من كل خمس بنات او سيدات في بعض المجتمعات بالذات اللي فيها متفشي التغذيه الغير سليمه والمقدمات السكر والسمنه او زياده الوزن. ايه هو تكيس المبايض اساسا؟ تكيس المبيضين هو حاله بيكون فيها المبيض غير قادر على حدوث التبويض بشكل تلقائي. المفروض ان في بدايه الدوره الشهريه بتبتدي تكون بويضه بتكبر بشكل تدريجي لحد ما بنوصل لنص الشهر بيحصل تبويض، وهو خروج البويضة من الحويصلة أو من الكيس بتاعها، والعملية دي بتتسبب في انتظام الدورة الشهرية، أن السيدة يبقى عندها بويضة سليمة ممكن يحصل منها حمل، إفراز هرمونات الأنوثة بشكل مظبوط. لما ما بيحصلش تبويض تلقائي أو منتظم كل الحاجات دي بتختل، هرمونات الانوثه بتبقى قليله، وبالتالي هرمونات الذكوره اللي موجوده في الدوره الدمويه بشكل طبيعي عند السيده بتسود، فبتزود الشعر، تزود حبوب الشباب. عدم وجود تبويض لو هي متزوجه ممكن يتسبب في تاخر الحمل، عدم وجود دوره التبويض السليمه بيتسبب في اضطراب او غياب الدوره الشهريه. طبعا الناس بدات تفهم ان تكيس المبايض ملوش سبب واضح، بس في نظريات يعني او احتمالات تفسير. هو بيبقى اللي متفق عليه شويه دلوقتي او يعني واصلين له ان هو طبيعه المبيض نفسه، يعني في بنت بتبقى مخلوقه بمبيض عنده استعداد لحدوث التكيس. اللي بيظهر بقى التكيس ده او يخليه في صوره حاله مرضيه، في بقى معاها فعلا اعراض واضحه، هو زياده الوزن او مقاومه الانسولين. بس دي ما هوش شرط اساسي، بدليل ان احنا بنلاقي التكيس ده في 20% من السيدات اللي عندهم تكيس باعراض، ممكن يحصل في سيده رفيعه وزنها قليل وما عندهاش مقاومه انسولين، بس 80% منهم بيبقوا في زياده في الوزن وفي مقاومه انسولين ودرجه ساعات من درجات مقدمات او ما قبل السكر او سكر حقيقي. الناس بيرتبك كلمة تكيس معاهم مع كلمة كيس على المبيض، بيقولوا بيعكسوها. ده سؤال مهم جدا يعني.
التكيس زي ما قلنا ده حالة مرضية بيبقى فيها غياب في انتظام التبويض. الكيس هو وجود كيس، وجود حاجة احنا بنشوفها بالسونار موجودة على المبيض. دي مختلفة اختلاف كلي عن تكيس المبيضين. الكيس دوت طبعا الدكتور المعالج او المتابع للحالة ممكن يشوفه على المبيض، ممكن بالصدفة اثناء ما بيعمل سونار لاي سبب تاني، او ان السيدة تيجي بتشتكي من اعراض الم في اسفل البطن على جنب من الجنبين، او يكون الكيس ده مسبب بقى لاعراض اخرى، فساعتها بنكتشف وجود الكيس. الاكياس بتاعه المبيض دي مختلفه عن موضوع التكيسات. الاكياس دي ليها انواع، يعني اغلبها بتبقى اكياس وظيفيه. الاكياس الوظيفيه دي هي الاكياس اللي بتنشا من عمليه التبويض اللي احنا سالنا من شويه، انه وارد لما الحويصله اللي هي الحاويه للبويضه دي لما تكبر عن حجم معين فبنسميها كيس. لو كبرت عن 2 سم او 2 سم ونص بيبقى اسمها كيس. لو الكيس دوت ناشئ من عمليه التبويض العاديه ده بيبقى اسمه كيس وظيفي، وده لا ممكن يسبب لها الم او حاجه زي كده، وممكن الدكتور يشوفه بالصدفه بالسونار، ولكن ده لا يستدعي اي تدخل لا دوائي ولا جراحي. في انواع اخرى من الاكياس بقى بتحصل نتيجه التهابات على المبيض او على الانبوبه الرحميه. في انواع بتبقى اورام، سواء اورام حميده او اورام غير حميده. في النوع اللي هو طبعا المشهور شويه اللي هو كيس الشوكليت، او اللي هو بينشا من بطانه الرحم المهاجر. ازاي نشخص كلا المرضين، التكيس والاكياس؟ التكيس بيبقى البنت او السيده بتشتكي يا اما من عدم انتظام الدوره الشهريه، يا اما من اعراض زياده هرمون الذكوره زي زياده الشعر او حب الشباب، او لو هي متزوجه ممكن تشتكي من تاخر في الانجاب، فالفحوصات بتظهر التكيس. التكيس طبعا عشان بقى يؤكد السونار، في عندنا يعني كرايتيريا كده او معايير لشكل المبيض اللي هو بنقول عليه ان هو مبيض متكيس. في بعض تحاليل الدم بتؤكد برضو الموضوع ده، زي تحليل ان احنا نلاقي تحليل مخزون المبيض مرتفع، نلاقي فيه ارتفاع في بعض هرمونات الذكوره، نلاقي التحليل اللي بنعمله لاختبار التبويض قليل. كل ده بيؤكد تشخيص تكيس المبيضين. الاكياس كيس المبيض ده بيشخص بالسونار، وممكن يبقى محتاجين اشعه متقدمه مثلا زي الاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي او السونار الرباعي الابعاد، ليه؟ عشان نعرف بقى طبيعه كيس المبيض ده ايه، هل هو وظيفي ولا ورم ولا كيس شوكليت. ممكن بقى نحتاج اشعات متقدمه عشان نفصل شويه الـ 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 السبب او الايتيولوجي بتاع الكيس دوت. نورتنا وشرفتنا واسعدتنا وابهرتنا. شكرا. وكثير من الامور شرحت اليوم فيما يتعلق بالانابيب، ووضعنا نقاط على الحروف مش بس في الاسلوب الامثل في العلاج، بل وضحنا انه حتى الاساليب التي قد تطرأ على عقول الكثيرين أو تقال الكثيرين من أسلوب تدخل جراحي مع الأنابيب ليست هي الحل الأفضل في كثير من الأحوال. في حالات كثيرة جدا من تأخر الإنجاب بسبب انسداد في الأنابيب مش هتستفيد كثير لما ندخل، لأنه في النهاية الأنابيب ليها حاجة مهمة جدا اسمها حركة الأهداب. وظيفتها مش مهم أنها تكون سلكة بس، القصة مش مجرد أن نحن نعمل أشعة بالصبغة بعد عملية فنلاقيها سلكة. الأهداب شغالة ولا مش شغالة؟ ده اللي أنا فاهمه. مظبوط. نورت وشرفت. شكرا. ضيفي العزيز القمة العلمية القدير الأستاذ الدكتور محمد فارس، استشاري الحقن المجاري وأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب، المدرس لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب وتأخر الإنجاب بكلية الطب جامعة عين شمس، المدير الطبي لمركز دار الطب فرع اسكندرية. كان منورنا في الدكتور ونور لنا حاجات كثيرة مهمة جدا متعلقة بتأخر الإنجاب في حوار سابق، تكيس المبيض وأكياس المبيض، واليوم كان الحوار عن الأنابيب. ثلاث مواضيع في منتهى الأهمية ومنتهى الانتشار. خليكم دايما مع الدكتور.